النفس المنتفض لدى الشعب اللبناني سيعود إلى زخم ليالي تشرين 2019 وأكثر. هذا ما يتوعد به عدد من الجماعات الناشطة على الأرض. مصادر أمنية لسبوتشوت تؤكد وجود معلومات بأن الشارع يحضر لانفجار شعبي جديد. في وقت يجري التكتم على تلك المعلومات داخل أروقة المؤسسات الأمنية، فهل فعلاً لن تبقى مسألة عودة الناس إلى الشارع مجرد كلام؟ ممكن ومنتظر، بس المهم أنه ما تحصل انتفاضة يدخل فيها عناصر أو اللي بيسموهم طابور الخامس ويفشلوها. هيك انتفاضة إذا نزلت على الشارع لا تعمل فوضى، هيدي بدها تكون منظمة. خطورة الوضع الأمني على الأرض قد لا تقتصر على التحركات الشعبية، بل التخوف الأكبر يكمن بمظاهر التسلح المستجدة تحت شعار الأمن الذاتي. البلد عم تتسلح، مليون قطعة سلاح فيه بلبنان عند الناس، ما عم بحكي عن الأحزاب، ما عم بحكي عن سلاح حزب الله، أو مليون قطعة سلاح. طيب الناس عم تفكر بأمنها الذاتي، وعم توصل أسلحة إلى أحزاب ما كانت مسلحة، أو إلى جماعات ما كانت بوارد أنه مثل مين مثلا؟ مثل كل كتير جماعات في بالقرى وبالضيع وبالطوائف. بين 17 تشرين 2019 واليوم فوارق عديدة، أهمها مسألة التنسيق الأمني، إذ تشير المعلومات إلى أن العمل الفردي لكل جهاز تحديداً في فترة انتفاضة طلعت ريحتكم أصبح من الماضي، واليوم هناك تنسيق يومي غير معلن يخلص لبنان دورياً من أي تحرك فتنوي. الأوساط الأمنية تؤكد أن زرع جواسيس تعمل لصالح إسرائيل في الشارع اللبناني، إضافة إلى عودة الاغتيالات الكبرى، تشكل أكبر الهواجس لدى الأجهزة في هذه المرحلة. البلد ممسوك أمنياً، إنما غير متماسك إطلاق. أنا عم بشعر أنه أجواء عشية حرب السنتين عم عيشها، بدون مع الفرق أنه عشية حرب السنتين 75-76 كان الوضع الاقتصادي ممتاز. وعلى الرغم من المعلومات الأمنية المتوفرة، إلا أن مصادر متعددة تستبعد حصول 17 تشرين جديدة. ولكن في حال استعاد الشارع غضبه، هل سيتصرف الجيش والقوى الأمنية كما تصرفوا في الانتفاضة السابقة؟ نداء للمواطنين أنه أنا معكم ومع مطالبكم، بس أنا واجباتي كجيش، وأنا عندي ثقة بقائد الجيش وبالضباط اللي بعينهم، أنه في حدود معينة، لأن ما منسمح بالتعدي على المؤسسات الرسمية. ليش؟ مش منكم خايفين، من العناصر المندسي. إذن خطوط عريضة توضع لمنع التفلت الأمني حتى لو غضب الشارع. وأنتم، هل ستتواجدون في ساحات الثورة في حال العودة؟ شاركونا إجاباتكم بالتعليقات.